باعتبار أننا نظمنا أنفسنا حتى حيث يكون نشوب حريق يكون رد فعل مباشر ورد فعل يعني بالقوة الكافية حتى لا نترك إذن الحريق ينتشر أكثر فأكثر ويتسبب في هلاك يعني الخضرار وأساسا كذلك يعني خسائر بشرية كما كان هو الحال السنة الماضية والسنة ما قبل الماضية خسائر جد معتبرة. الآن هنا وهناك نظرا للطبيعة والاحتباس الحراري وهذا الارتفاع لا معهود لدرجات الحرارة، اليوم في حرائق عدة على مستوى كذا أقول كل الولايات الشمالية، إنما الحمد لله بمجرد أن ينشب حريق إلا وسيكون التدخل لتحديد المساحات المحترقة ولتفادي الخسائر البشرية، كل هذا بفضل هذه الترتيبات على مستوى كل ولاية كان ما يسمى بالركل المتنقل وتدعيم الوسائل، وعند الحاجة كذلك تعاضدية الوسائل بين ولايتين وأخرى ميتواليزاسيون دي موان دونك مي على ديسبوسيون دي ولاية كونتيديانيستي اون في فينير لي زوتر موان، وأكثر من هذا الطائرات التي مما كلفنا هذا مادام الأمر يتعلق بإنقاذ أرواح وجبناهم كريناهم غاليين، ولكن الحمد لله لقينا الفائدة تاعهم، راهم يتدخلوا هنا وهناك و يعني خلاو كل هذا يكون محدود جدا. النشوب تاع الحرائق اللي لغاية اليوم شكون اللي سبب فيها؟ المواطن في معظمها. يا حبذا يكون المواطن كذلك يلعب الدور تاعو كمواطن صالح. يعني كمواطن صالح سيت ان بريونازم. المواطن ما ينجم يكون الا صالح. غير لكن نعتبروها ان انديفيدو. لكن نقولوا مواطن معناه عنده الشروط والاختصاصات واحد باش يكون صالح. من المفروض هو يسعى باش الوسط الذي يعيش فيه ولا بجواره يكون في المستوى المطلوب، ما خليش يروح للتلف ويتعرض لربما خسائر حتى بشريه.